جميل حرام رد دموعه تنزل وعيونه تبكي عسى ما شر. الله إن أمرك عجيب، وراك متعلميني وش بلات؟ خاف إنهم ما علموك منه عريسك. أنا المهادي الشاعر والفارس والعاشق لك. أعرف تعرفين هذا تبتين في ليلة عرسك؟ كل بنات العرب يتمنون القرب منك. أنا ما همني ولا وحدة مني غيرك أنت يا المحبوبة. ودي
بس غصبا عني. غصبا عنك؟ في شيء انت خايفة منه؟ ماني خايفة، بس نصيبي ما طعن أقول لك. نصيبك ما طاع؟ والله ما نفهم شيء منك. أنا أبي يصير لك خادم تخدمك ما هو أكثر. إي بس أنا تزوجتك وأنتي من حمولة طيبة، حيشاك أنت تنزلين لذيك المواضع. هذا حظي معك. في شيء أنتي تستحين منه يا بنت الأجواد؟ ما سويت شيء تستحي منه البنت. وراك ما تعلميني وش بلاك يا سارة؟ يجي يوم وتعرف كل شيء. لا لا، أبعرف الحين ما دمنا بأول الطريق. أخافك تزعل يا الشيخ. أزعل مرة ولا أزعل كل عمري. أنا وابن عمي متعهدين من سنين طويلة على الزواج. ابن عمت فرج؟ إيه بالله مفرج. فرج؟ أطلبك السموحة يا شيخ، كان ودي أكتم عنك كل ما بقلبي، بس أنت حديتني. لا تهتمين، لا تهتمين يا زينة الديار، يا شمس نهارها وقمر ليلها. ما أنا زعلان، بس أشوف بعيونك. لا لا، هذا بسبب المفاجأة. ما ظنيت إن واحد مثل مفرج يحب وحدة بجمالك ثم يتنازل عنها لأني وثقت فيه وبحت له بأسراري. لا تنسى إنه ابن عمي. والله أنا حاسدك عليه، لأني تعرفتي لمين سلمي قلبك. يا أبو قحطانة ترجاك، مفرج لو دري باللي قلت لك يا ترى يزعل مني طول الدهر. ليش أنا نسيت اللي سواه مفرج؟ تحسبين إنه بيضحي أزيد مني؟ لا لا بالله. وش اللي ناوي تسوي؟ أنا بقول لك أسوي. أنتي لذاك الرجال الأجودي، بإذن الله غير تكونين له، ومن الليلة أنتي أخت لي. لكن ما بي أحد يدري باللي صار. أبيش تكوني زوجتي الفرحانة بالرجال اللي اختارت من بين ميات البنات. والله لولا سمعتك كنت طلقتك من الدقيقة. ولا ما بي حد يعلم بهذا الشيء حتى ما يفرجها. إيه ولا زين إني أقعد بدياركم كم من يوم ثم أرحل، ومن هناك أرسل لك العلم حتى تكونين حرة لذاك الرجال الأجود اللي ما يستاهل صغيره. جزاك الله خير يا أبو قحطة. واطلب منك السموحة يا سارة إن كنت ضايقتك بالأيام اللي راحت. أنا اللي أطلب منك السموحة، فلولا خوفي إني ما أساعدك ما كان تكلمت. الله يحييك، ترى الصراحة زينة يا سارة، ولا كنت عشت أنا وأنتي ومفرج متعذبين. لا تنسين أن تذكرين أن لك أخ اسمه المهادي، وهي أسعد الساعات يوم تطلبين مني شيء. والله ودي أن أرد لكم بعض فضلكم علي. أتمنى لكم حياة سعيدة وطولة العمر. الله يطول عمرك. ارخصي لي. مع السلامة.
ابو قحطان. يا صباح الخير يا شيخ ضافه. يا هلا. شلونك؟ حياك الله. وش صار يا شيخ؟ عسى خير ان شاء الله. كل خير يا شيخ. لا 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 بالله ما انت على حالك. حصل شيء؟ لا لا ابدا. بس تعرفني انا احب اتمشى في البر. لا بالله هذا ما يصير. انت معرس باول ليلتك تترك العروس وحدها وتترك البيت وتقعد هني على الرجل؟ لا لا بد ما حصل شيء. الله يرحم والديك، تركني في حالي. زين يا ابو قحطان، بس انا ابي اساعدك. انت ما حصل منك قصور يا شيخ ظافر. ولا اريد يكون هناك قصور من اي واحد من افراد العشيره. ترى العشيره كلها معروفه على العين والراس. بس لو تقول لي ويش هو اللي شاغل فكرك وما تبي تبوح بيه. الله تخلي اللي في البال في البال. زين يا ابو قحطان، مثل ما تريد، بس الرجل ما هو مجلسك. تفضل معي على الديوان. تفضل تفضل. وش اللي جبرني اني اخبره؟ اجني على هذا الرجال الزين اللي حبني من كل قلبه علشان مفرج اللي باعني بكلمه من لسانه. انا خطيت ولابد ما ارجع عن هذا الخطا. صباح الخير يا زين تديار. صباح الخير يا خالد. ها وش اللي صار؟ في مثل الدنيا كلها. انتي ما علمتيه اللي بينك وبين مفرج؟ بالعون علمته. وش قال؟ قال اللي يقوله كل رجال الحر. خبريني، قوليلي وش اللي راح يصير؟ المهادي يقعد بديار كم من يوم وانا عامله كني زوجته، بعدين يرحل ويتركني ويرسل لي ورقتي من غير ما يدري احد. قولين هذا الكلام وما تبتسمي؟ شلون تبيني ابتسم يا خالة وانا بيع الانسان اللي حبني من كل قلب من اجل الانسان اللي باعني؟ وش هالكلام يا سارة؟ هذا هو الكلام الصحيح يا خالة. هالمهم وش تبين تفعلين؟ ابي ارجع عن هذا الخط. بيظل حليلا هذا الرجال الشهم. ومفرج؟ فرج هو اللي أخطأ يا خالة، لابد ما يرجع عن هذا الخطأ. سارة جزم انت انهبلتي. هو اللي يقول الحق تنقطع رقبته يا خالة. لا بالله، بس انت ما تعرفين وش اللي صار بمفرج بعد الزواج. فرج؟ وش اللي صار؟ غادر الديار، ما حد يعرف وين هو الحين. ما في شيء يسوى انك تضايقين صدرك. لهالحين الخبر ما حد يعرف صدقه من كذبه. مزنة، لا بالله ما نسكت على سواته هذه. كل يوم اقول لك توخير الشيخ بديك الديار ما هو لله. لا بالله حنا ما نسكت. يما الشيء اللي بين الرجال حنا ما لنا دخل فيه. وش هالقول يا مزنة؟ وش هالقول؟ انا قلبي عليكي وانت ولا على بالك. يقولون قلبي على ولدي انفطر
وقلب ولدي على الحجر. ماشي معي على البيت. يما الحرمة ما إلها غير أبو عيالها، ثم طلعتها من البيت وغايب عليها حساب. الثقل زين يما، العجلة ما منها ثمرة. كل هاللي يصير وتقولي إني عجلة؟ يا مزنة اسمعي كلام أمك في الحين. يما حنا ما تحققنا من الخبر. الشرارة ما تنطلق من غير نار، والخبر اللي وصل ويكاد إنه صحيح. ألين ما يتحقق الخبر يما يحلها الحلال. أنت غشيمة وما تجنين غير على روحك. قلت لك اسمعي كلام أمك يا مزنة. يما خذيها مني نصيحة وتركك من هالهرج. أنا ما أترك بيت جوزي. زين خلك عنده تشوف وش بده يصير، غير ما يتزوج عليكي واحدة إلا ثنتين وثلاث وأربع، وما هو بعيد يرميكي حتى يأخذ الخامسة. يما راسي صار يدور. زين أخرتك تندمين. بس وين يكون راح؟ فتشت عليه بكل مكان ما عثرت له على أثر. لابد ما ندور عليه ونرجعه للديرة. الفرج ما يعود للديار يا أبو قحطان، لأنه ما عاد له فيها شيء. وإيش تقول يا شيخ ظافر؟ هذا سر يا شيخ، سر مكتوم بالصدر وما يبينا الفرج نبوح به لحد. أي بالله، أول أمس قابلته وقلت له هالكلام، قال لي أقتل نفسي لو باح أحد بهالكلام. الله إنه رجل شهم. أحلفكم بالله تعلموني إن كان هذا الكلام يخصني. أقول أحلفكم بالله يا رجال. قول له أنت يا المنتخ. لا بالله يا شيخ ما أحد يقول غير أنت. والله ما أدري وش أقول. قول يا شيخ قول، لا تخشى شيء. لا تواخذني يا أبو قحطان على هذا القول اللي ودي أقوله. الله يهداك يا شيخ قول أنت بس. انفرج وسارة يحبون بعض من هم صغار، وكنا نبي نفرح بيهم قبل ما تلفون علينا. وش نفع القول هس؟ وش تقول يا شيخ ظافر؟ أنا كنت أدري أنك تزعل من هذا الكلام يا طول العمر. لا بالله من زعلان، ما أحد يزعل من هالكلام إلا الخسيس النذل. يعني أنت ما أنت زعلان يا شيخ؟ لا بالله أنا في غاية السعادة، في غاية السعادة، لأن بقبيلة رجالة يحفظون السر ويتعذبون ويتألمون لجل كلمة شرف حفظوها في يوم من الأيام وما قالوها. وإيش تقصد يا طويل العمر؟ بعدين تعرف يا شيخ ظافر، المهم باتر نطلع ندور على مفرج بعدها يحلها الحلال. Thank you.
سارة الحياة من عقب سعدم يا سارة سارة لو صحيح اللي يقولوه عن أبو قحطان يبقى ما عاد للحياة نفع وش فايدة الحياة بعدك يا مهادي مساء الخير يا سارة مساء الخير يا هلابك المهادي بعده زعلان مني وانتي وش اللي سويتيه يا اختي يا سارة حتى تزعل انا زوجتك يا غالي انت اختي يا سارة انت اختي وانا اخوك اللي ما يريد لك غير الخير والسعادة صدقت الكلام اللي قلت لك يا ليلة امس وليش ما صدقت لان ما هو صحيح كنت اريد اشوفك تحبني صحيح ولا لا لا يا اختي يا سارة انت ليل تمس حكيتي لي الصحيح وما ردتش تجذبين علي عقب ما صرحتيني بالحقيقه بس ما اريد اكون سبب حزنك وعذابك ولا يهمك هي كلها كم يوم ولنا مغادر ديرتكم اللي يحب بسرعه ينسى بسرعه لكن اللي عنده ذكريات ما ينساها ابدا انت ما عرفتي وش حصل لمفرج فرج وش اللي صار شفتي شلون لهفتك عليه ساره ان شاء الله انك من نصيبه طمني هو ما بي خلاف لكن هو عاد برا الديره ساره انا اشهد انكم كلكم فيكم الخير والبركه انتوا ناس تحافظون على الوعد طيبين تكرمون الضيف وإذا كان لي أمنية إني أشوفك أنت ومفرج مجتمعين في بيت واحد إن شاء الله بس وين هو الحين؟ لا تقلق عليه ارتاح يا الحين وحنا إن شاء الله من باكر طالعين ندور عليه إيه هاللي ما يعرف الصقر يا شوية هذيل صدقت والله يا اخوي يا زيد وانت تراك حبيب الجميع بس يعني لو تساعدني ساعدك وايش تبين اساعدك فيه يا هذيل ايه يا اخوي يا زيد ما انت خابر يا اخوي يا زيد العب 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 واتركك من الهرج ايه العب قول اللي تبيه على الراس والعين بس افضل ليه بذيك مرقبه مثل الغزال اللي سلبت قلبي سلبت عقلي سلبت الحين توصفها وانت ما شفتها غير مرة واحدة يا هذيل ايه بلاي خابر المزيونات ما يتغيرن عن هالوصف المزيونات يا بن الرجال اللي ينحط على اليمنى ما هو باللي بالهريبة مثل الغزال ايه وش نقصني يا اخوي يا زيد شفتني مرة من حاش انت مير من يوم تسمع عطلق هل ارتب لك ولا عاد تنشاف ايه بلاي خايف على ربعي اذا مت ينقصون واحد انشهم يا الربع إذا ما لقيناه بهالمغارة هذه وكاد ما له أثر بالديرة كلها أي بالله حنا بحثنا عنه في كل مكان يا جماعة عينه خير لابد ما نلاقيه إن شاء الله إن شاء الله يا المنتخب يلا نقرب شوي عليه أي بالله يلا والله ماني شايف شيء الغار مظلم من الداخل خلنا نشوف انا ايه ماني شايف شيء هو
خلنا نشوف انا يا ابو قحطان. اي والله شوف يا المنتخي، ترى عيونك مثل عيون القط. اي وش تشوف؟ شايف زول ممدد. خلنا ندخل الغاره اشوف. يلا. اي هذا مفرج 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 اخوه. رد علي مفرج. اي بالله لقيته لكن ما يرد. ابيكم تدخلون الغاره تساعدوني بحمله. يلا يلا يلا. وش هي العلوم يا خالة؟ الرجال للحين ما رجعوا وما أدري وش حصل معهم. فكرك يعودون بمفرج؟ الشيخ المهادي حلف ما يعود لدياري لو مفرج معه. تدرين يا خالة؟ أنا بحيرة ما بعدها حيرة. قلبي ما هو قادر يميز. مرة يقول لي إن مفرج كان على حق حين وثق ذاك الرجال الزين، ومرة يقول لي ليش أجني على هذا الإنسان اللي ما يريد لي غير السعادة والخير. المهم الحين إنه يرجع مفرج، والشيخ المهادي ما دام عرف اللي بينك وبين مفرج ما ظنه يخلف بوعده اللي قطعه قدامك. زين روحي روحي الله يخليك يا خالة. شوفي إيش هي العلوم. أروح بس حضر لك بالزاد الأول. لا 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 بالله عليك، أريد يطمن قلبي وبعدين ملحقة على الزاد. زين ذهب بالحال. السلام عليكم يا مقحطان. هذيل. وش تريدين مني يا مقحطان؟ صحيح اللي يقولونه يا هذيل. ها؟ وش يقولون يا مقحطان؟ وش فائدة سؤالك وانت ما تدري شيء؟ هذيل. انت ما سمعت ان الشيخ يريد يتزوج واحدة من قبيلة الشيخ ظافر؟ يتزوج مبروك. وش تقولين يا مقحطان؟ هذيل. أنا أنت ما تدري بهذه العلوم. الحين 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 دريت بيها الحين. طيب وش قولك الحين؟ قولي. والله ما أدري. حضري لي الزاد واللبن، آكل وأشرب وأنام وبعدين أفكر. روح من وجهي. طار العصفور. مفرج مفرج يا ابن أخي، متى ترحم نفسك من هالتعذيب؟ واللي يرحم والديك يا شيخ ظافر. ترى ما ودي اسمع زود نصايح. يا ولدي اللي سويته انت نفتخر به كلنا، وما تحتاج ان احد ينصحك. بس انا دفنتها 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 وهي حيه. مفرج انت اللي كنت تقول من اول كل شده ولها فرج. هذا خطاي خطاي ولازم اتحمله. واللي وجهني اني هديتها وهي ما لها ذنب. يا وليدي يا وليدي اسمعني، كل عدة ولها حلال. مير اصبر، الله يجيب اللي فيه الخير. أنا بقدر أصبر وأتحمل، بس هي هي وش ذنبها يصيبها اللي صار؟ يعينها الله يا ولدي يعينها الله. وأطلبك الحين إنك تروح لها، ما يصير إنك تتركها بهذا الظرف. ما أقدر ما أقدر يا عم ظافر ما أقدر. ضميري ضميري ما يستحمل أشوفها تصيح قدامي، ما يستحمل. مهما يكون يا مفرج مهما يكون يا ولدي اللزوم تروح لها. لا تنسى ما لها بهالدنيا غير الله ثم أنت. أنت بس اطمني، اليوم أروح أجيب لك مفرج لعندك، بس ما بيه أعرف شيء من اللي بينه. بس أخاف عليه حين يراني سعيدة معك تزيد حالته ويعود يطفش مرة ثانية. لا لا هو بس اللي حارق قلبه انه يظن انك ما انت سعيده معي، لكن يوم اعرف انك سعيده معي يرتاح ويهدى. زين اللي تريده يصير. اسلم عليك اختي. مع السلامه. الله يجازيك بأفعالك يا ذيل، والله أنا كنت ونس المجلس اللي أنت فيه. عسى الله يسلمك يا أخوي يا زيد، عسى الله يسلمك. ها يا ذيل قل لي وش اللي حصل بعد؟ إي والله ما حصل شيء، فليت منها وجيت هنيها بالحال. زين سويت. أجل خلى الأمور مستورة لين يعود الشيخ. وبعدين كل شيء يظهر. لو بقيت مع أبو قحطان كان شفت الزينة اللي سلبت قلبي سلبت عقلي سلبت. هذيل لك عندي رأي، وإيش رأيك لو أخذتك يا مرة على الانتخابر
إيه تكفى يا زيد يا أخوي تكفى تكفى. خذني معك وشوف إذا ما كلهن يريدني ويبني. ولي المذهوب تبي تسحر حتى حرمة الشيخ؟ أثرنيتك شينا يا هذيل. شينا؟ لا والله يا أخوي يا زيد ما قصدي إلا أنهن ينبسطن من كلامي ويحبني. زين عجل مني رحت هناك أخذك معي وهناك أشوف إيش تقدر تسوي. هذيل يسوي العجائب يا أخوي يا زيد. سلبت قلبي سلبت. الحمد لله يا ابن العم، والله ان الشيخ زين رجع. وانا بعد من هالرأي يا سارة، انا ادري ان ابو قحطان بيسعدت لانه رجال اني حبت. ما كنت ادري انه يحبني لهالدرجة. لا بالله سيف، ما كان ينام لا ليل ولا نهار بس يفكر فيت. وانت يا مفرج وش اللي تعمله الحين؟ انا اللي يهمني يا بنت العم اشوف سعيده ومرتاحه علشان اطمئن اني ما فرطت بنت العم وما ضيعت وصات عمي. لا اطمئن، انا سعيده الحين. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا ابو قحطان. حيا ودوم. ها وش يقول ولاد العم؟ تاكلون بلحم من؟ طبي غيرك يا الغالي. وش تقولون عني؟ نقول كل خير ابو قحطان، كل خير. الله يحيي. أنا اسمحوا لي أترخص ودي أروح. لا 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 ما أنت برايح والله. لا لا لما تأكل معنا البيت بيتك انفرد. يا سلام البيت وراعيه، بس أنا عندي لي شوي شغل ودي أقضيه. بس على شر. وش هو يا أبو قحطان؟ تعود الليلة وتعشى معنا. وبراسك تسلم إن شاء الله. حياك الله. أنت تدري وش اللي يصير يا المنتخي؟ لله كل ممسك خيط يا عم ظافر يفلت من يدي خيط، مدري وش اللي يصير. مفرج يحب سارة اي ويريد يتجوزها، لكن حين يعطي للشيخ ابو قحطان كلمة ما يقدر يتراجع عنها. والمهادي يدري باللي بين مفرج وسارة. ايه بدل ما يغضب ويزعل لن يعرف ان واحد يحب زوجته. ايه يقوم يدور عليه ويعيده للديار وياخذه لبيته. وهذا هو اللي يحيرني. مدري من هو اللي يضحي من اجل الاخر. مدري وايش اللي يبي يفعله ابو قحطان. الله ما ظنه يسوي شيء. اي انت ما سمعته يوم قال باكر نبحث عن مفرج وبعدين يحل هالحلال. وايش تظنه يبي يسوي المنتخي؟ ما ظنه يفعل شيء، بس ابيك الليله تكونين باحسن حال حتى يشعر انه ما اخطا يوم زوجك مني. معك حق، لابد ما نحفظ حياته ونعيده للقبيله رجل من رجاله وفارس من فرسانه وزوج وحبيب لاختي ساره اللي اعزها واقدرها. تسلم يا طويل العمر. زين الحين انا بروح الديوان وبعود مع مفرج، بس انت جهزي لنا عشاء. سلم عليك. مع السلامة. وش اللي تريده مني مقحطان؟ يما يهون عليك تتركيني بهالحالة. الحمد لله انك عرفتي انك بوضع ما تنحزدين عليه. يما نريد مني وسيم من يقول لي كلمة زينة. ما اريد مني يزيد النار اللي تشهل بقلبي. مزنة أنا أتمنى إن النار اللي تشعل قلبك تحرق الحب اللي ما يستاهله المهادي. يا مزنة قلت لك ماشي معي للبيت، أنا أقدر أطعمك وأسقيكي. يما وش اللي تقولينه؟ مزنة أنا مالي لعبة بيدك، وش اللي تبينه مني؟ ما بشي. إن كنت تبين تجلسين معي حياك الله، وإن ما تبين حياك الله. زين مرة ثانية ما اجي يمك حتى لو ارسلتي لي 100 مرسال. الله لا حد يوم غزينه وجينا. يا ما ركبنا حاميات المشاويح. شاويح والله. ويا ما على كواره نعتلينا. ويا ما ركبنا عصير المراويح. مراويح. ويا ما تعاطت بالهنادي يدينا.
ويا ما تقاسمنا حلال الطحر طيح. اي الله يحييك. احسنت المنتخي احسنت. بالعون ان ابن ادم لا يستغني عن اللي يطرب راسه. اي بالله ترى الطرب يعني يمتع ابن ادم ويزيد اناسته. اي والله. وش بلا مفرد شن ضاق صدره؟ ابدا انا بس ودي استفيد من الكلام اللي تقولونه. الله يحييك يا مفرج، الرد حاضر على لسانك دوم وتسكت. ما عليك جود ابو قحطان. انت يا ابو قحطان سبحان من جعلكم تجتمعون كنكم متخاويين ومتعارفين من 100 سنه. تبي الصج يا شيخ ظافر؟ تفضل. انا كل ما نظرت مفرج تقل اني شايفه من زمان واعرفه، لكن وين شلون ومتى؟ القلوب شواهد يا ابو قحطان، وسبحان اللي جمعنا من غير ميعاد. يلا يحييك. يلا نفرج عاد قم معي يلا. ها وين؟ اي انت نسيت الوعد؟ لا ما نسيت بس. بس وش هو يا مفرج؟ الله هذا قم معي. اجل انت والربع تفضل. ما تاخذنا يا ابو قحطان، تفضلوا انت وانا ودي اقعد شويه مع المنتخي. زين اللي تشوفه يا شيخ ظافر. نسلم عليكم. أمان الله. أمان الله. تفعل هذا الأمر؟ أصدق ما أصدق؟ ليه متاكل مفرج؟ قلت الله يغنيك يا مفرج. انت في شيء مخبي عني؟ يعني تبى تقول لي شيء؟ لا والله، لا والله يا ابو قحطان ما في الا العافيه، ما في شيء. واللي تسويه بنفسك هذا وش سببه؟ ها ابدا والله، ذي حاله تصيبني من سنين مثل هالايام هذه. صحيح الكلام اللي يقوله يا سارة؟ والله ما أدري شيء عن هذا الأمر. وشلون ما تدري وأنت خابرة إن هالماشي على فيه من سنين وأنت يدرى؟ هون عليك نفرج أخوي، لا تزعل لا تزعل. السموح يا أبو قحطان، أنا ما ودي إني أغضبك. بسيطة يا أخوي، ما صار شيء. أرفع الزاد يا سارة. الحمد لله رب العالمين. جابها سلوك لديارنا. هم اللي أرسلوه. أرسلوه؟ من هم اللي أرسلوه؟ المشاهيق يا هذيل. المشاهيق؟ وش يبون من هذا الأمر؟ يقولون أنهم يبي يعرفون علومنا، والظاهر أنهم يبيون يخونونا ويصفون حسابهم معنا، لكنهم خايفين من ربع المهادي. إيه بالله، المهادي وأنا نكسر رؤوسهم إذ نووا ينقضون العهد اللي بيننا. اسكت أنت. الأشير يقولون انهم يعرفون ان المهادي ما هو بالديار. ويعرفون بعد انه اعرس بديار الشيخ ظافر. اثريهم يعرفون كل شيء عنه وحنا هطار العصفور وما ندري شيء. اي بالله، علشان كذا ارسلوا الرجال هذا علشان ياخذ الاخبار الصافيه. والحين وش نقدر نسوي يا اخوي يزيد؟ ما نقدر نسوي غير ان نرسل ورا الشيخ المهادي.
اي بالله اي بالله نرسل وراه، انا اروح وراه واعلمه بكل سالفه واشوف الزينه اللي سلبت قلبه سلبت عقله سلبت. يا مهبول المشاهير يجيبون يغزونا وانت ما تفكر غير الزينات. نبي نرسل رجال كفو، نبي نرسل قرناش. والله مالك بالطيبات نصيب يا هذيل. من يوم ما حطيتك وعي على ركبته عرفت انه رجل، وللحين ما يبي يطلعنا على السر. المسكين ما يدري انه عارف بكل شيء. ابو قحطان فرج، انت هنية وش العلم؟ يا مفرج انت وش اللي جابك بهالحزة؟ احنا هذه عادتي اجي اتمشى للرجب هذا كل صبح، لكن العلم انت. انت منحاش من الوحدة وعريس مثلي، منحاش من اخوك من زودة السعادة عقب ما الله وفقه وتزوج اللي الشمس دياركم. يعني ابو قحطان بخير؟ الحمد لله. والعروس زينه؟ فرج، انا اشوف ان عيونك اكثر من لسانك، تبي تقول لي شيء؟ وش اللي انت شايفه في عيوني يا ابو قحطان؟ يعني اللي ابنشدك عنه. وش ودك تنشدني عنه؟ اشوفه في عيونك يا رجال. وش اللي ودي انشدك عنها انا طيب؟ تبي تقول لي هل انا مرتاح مع بنت عمك ام لا؟ الحقيقه اني في غايه السعاده معها، لان اخلاقها تخلي كل انسان يحبها ويحترمها، وهذا هو الشيء اللي انا اتمناه يا ابو قحطان. الله يحييك. ترخص لي الحين بروح البيت. حافظك الله يا ابو قحطان. اشوفك الظهر يا مفرج. ان شاء الله. بامان الله. الخوف، الموت، الخطر، المطر. وش تبي تقول يا المهبول؟ الغزو، القبيلة تستعد للغزو. الغزو والشيخ ما هو موجود؟ اي بالله، قبيلة المشاهيك تهددهم. البارحة زيد ورجال مسكوا واحد وأحلهم كل شيء. جزم إنه معهم علم أن الشيخ غايب. اي بالله يا مقحطان، اي بالله. لكن ربعنا روحوا قرناس، يما مقحطان يعلمه بكل شيء. هذا مرسل ومرسال، أجل الدعوة ما هي بسيطة. أجل. خلونا نستعد بسلاحنا لا ياخذونا على غفله. بس هم رجال ما يتعرضون للحريم، لا تامنين للي يغيرون، وهم ناويين يتقاضون من الشيخ وهو غايب. وش اسوي هالحين؟ وش اسوي؟ روح استعد بسلاح. ولا تبقى داير من بيت لبيت تبث الرعب بالقلوب مثل الغراب. الغراب، الرعب، الخوف، المطر. الله لا يقطعنا من بعض يا ابو قحطان. والله ودي تكونون معي وين ما اروح يا اختي يا ساره. ولين شعرت بشيء لا تنسي اخوك المهادي، بس ارسلي المرسال تلاقيه عندك وتلاقي حاجتك عندك. ما تبي تزورنا بغير وقت الحاجه؟ الا بزوركم ان شاء الله كل ما لاحت الفرصه. تسلم يا طويل العمر اختي يا ساره. وش يبي مني ابو قحطان؟ لي طلب بسيط عندك يا بنت الاجواد. وش هو؟ ابيك تسامح مفرج وما تخلين بقلبك ملامة عليه لأنه زوجك لي، وبيج تحطيه بعيونك لأنه يستاهل كل خير. مفرج بعيوني دوم يا الغالي، ومحبته زادت من يوم ما عرفت المهادي على حقيقته. الله يحييك. على كل حال ما تبينا نعلم مفرج على اللي حصل بيننا؟ يقولون مفرج حالته هالأيام لا تسر عدو ولا صديق. لا بالله عليك لا تفعل هذا الأمر، اللي اتفقنا عليه هو اللي يصير. حين يهدأ أنا علمه بكل شيء صار.
زين، مي كلها كم يوم، أنا مغادر ديرتكم، واللي تشوفينه تسوي. السلام عليك. السلام عليك. شلونك يا مهرج؟ حياك الله. شلونك؟ حياك الله يا اخوي المنتخب. تفضل. يا هلا يا هلا باللي نسانا وما عاد يسأل عنه. والله اي وراك مقاطعنا يا مفرج. اول الحين كنت مشغول بضيفك. اي والله. وزكتنا ونثم زوجته بنت عمك. وايش اللي شاغلك عنا من ذاك اليوم؟ مفرج، من باكر لازم نشوفك اليوم. انت ما غلطت يا ابن اخي، اللي سويته يرفع راسك وراسنا وراس كل العشيره، وانت اللي قدوم تقول ان صار سعيد معه. اللي بالقلوب ما يعلم بها احد، وانا وش يدريني انها قالت هذا الكلام بس تبي تونسني حتى ما اظل بهالعذاب. مفرج، وش يدريك انه الشيخ المهادي مخبي لك علم زين؟ وش تقصد يا اخوي المنتخي؟ اتركنا لحالنا يا المنتخي، ودي اسولف مع مفرج لحالنا. يلا السلام عليكم. من غير تقول وش تقصد؟ يا اخوي يا مفرج، وانا وش يدريني؟ انا قلت يمكن يمكن. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. هالناس كلها أشرار، وكل حاط سره بقلبه ولا يبي يبوح فيه. عين خير يا مفرج، ما بعد الضيق إلا الفرج يا ولدي. يا عم ظافر، أنا مشكلتي معقدة ولا أظنها تبى تنحل. أي توكل على الله، ربك يحل الأعوص منها ونعم بالله. لا إله إلا الله. وش بلا مفرج؟ علامه ما يجي، مستحي يواجه. مسكين يا مفرج اللي كان يشهق حين ينادي على اسمك، هالحين كلمة واحدة خلته بهالحالة. تدرين يا خالة، أنا ما نام الليل وأنا أشوفه يتعذب. ظلمته كثير بالأيام اللي راحت. الله يكون بعونك يا بنيتي، الله يكون بعونك. أنت الحين بين قلبين، قلبي مفرج اللي يحبك وتحبينه من زمان، وقلبي المهادي اللي يحبك ويريدك ويجلك. صدقتي يا خالة، والله ما أدري أظلم مين أنصف مين. سارة، أنت ما تبيني أعلم مفرج بالكلام اللي قاله المهادي؟ لا لا بالله، ما أريده يدري عن شيء. سارة، لا تصيرين قاسة القلب، الله بعاقبك. وبعدين لا تفسدين علينا شيء سويناه. لا بالله، أنت اللي تفسدين علينا كل شيء بالعجلة. سارة، أنا والمهادي متفقين على كل شيء. سارة، أنت جزم نسيت إنه هالراس هو اللي فكر بذيك الطريقة. لا تزعلين يا خالة، لولاكي كان ظليت ساكتة، كان مت من القهر، كان ما عرفت المهادي على حقيقته. زين يا سارة، الدنيا يا خالة علمتنا إنه ابن آدم إذا انقفل قدامه باب، ربنا سبحانه وتعالى يفتح له 60 باب. ما أكرمك يا رب. يا هلا الدار. اتفضل يا مفرج. اروح عند درب. لا بالله، حلفت عليك ما تروحي. بسرعة ما حلفت يا خالة. اتفضل اقعد جاي. السلام عليكم. هو عليكم السلام. وعليكم السلام. تراك ما قعدت. سارة، انت سعيدة يا سارة؟ الحمد لله يا ابن العم. هالحين اقدر ارتاح.
والله اني خايف اني اطيح من القهر واموت وانت زعلان تنعل. وش هالكلام يا مفرج؟ الله ما يعطيك غير العافيه. طمن يا ابن العم، ماني زعلانه منك. فرج يا مفرج، ايش بغيت يا المنتخي؟ عجل عجل، الرجال يبونك بالديوان. زين اسبقني وانا وراك. تبي تغيب كثير يا ابو قحطان؟ بس اوصل ان شاء الله ارسل الرجال اللي يعودون بيها للديره. ابى اقول يا طويل العمر، ليش ما ترسل مرسال للقبيله؟ بيجون الرجال وبتاخذون العروس معكم. لا يا المنتخ لا، بالاول ودي اروح احضر واجهز حتى تنزل معززه مكرمه بالبيت الجديد. الله يكرمك ويديم عزك يا ابو قحطان. ما سمعتنا صوتك يا مفرج، تبي تقول شيء؟ ها؟ اللي ودي اقوله يا ابو قحطان انك اصيل وبن اصل وتعرف مقدار الناس، ودي انك تحط صارها بعيونك. هي بعيوني وقلبي يا مفرج. زين يا شيخ، حين ودك تسافر نحضر لك الركاب والزاد ونرسل معك بعض الرجال يودعونك لين تصل للديار ان شاء الله. أبو قحطان أنتوا ما ودكم توخرون ليلة واحدة بالديار؟ ليش؟ وش فيه؟ وش فيه يا مفرج؟ والله ودي أشوف بنت العم وودعها قبل ترحل. هذا مفرج ما هو معنى. كل اللي قاله أبو قحطان وكل اللي قلناه ومفرج ما سمع. سارة يا مفرج باقية بالقبيلة، وابو قحطان ما هو مسافر الحين. ايه مفرد. ها سامي طوله. ابى اقول لك كلمتين تحفظهن وما تنساهن. اسلم. وش هي يا ابو قحطان؟ الدين مهما طال لابد من سداده، دين الرجل ما يطول سداده. وايش تقصد يا ابو قحطان؟ تعرف بعدين وايش اقصد يا مفرج. من يد من عدم الله يديمك. سارة وش يبي ابو قحطان؟ ودي اني اشوفك كل يوم. وانا طوعيديك اللي تطلبه ما تردد عن فعله. فرج للحين ما ادري بشي. لا لا ما هذا قصدي، انا ما اريدك حليلتي لي، اريد اشوفك اختي لي. أنا قلت كلمتي والرجل عند كلمته حتى لو انقطعت رقبته. أجل وش اللي تبي؟ أنا بقول يعني لو تيجي أنت ومفرج عربنا تعيشون بيننا، والله ما تلاقوا عنا غير كل خير. ديم خيرك يا أبو قحطان، والله اللي بقلبك هو اللي بقلبي. بس وش يقول الناس حين أرحل أنا ومفرج وراك بعد ما يعرفون أني ما عد حليلة لك؟ والله عاد هذا اللي تمناه، لكن الإنسان ما يقدر يصبر، وقدر الإنسان ما هو بيده يا بنت الأجواد. زين
توكل على الله وجهز نفسك إذا كنت تريد تسافر. إي بالله أروح أجهز نفسي. أسلم عليك. مع السلامة. أبيكي تتزينين وتتجهزين، الشيخ يعود بعد يومين ولا ثلاثة. وما تظنين إنه يتوخر يما؟ يتوخر ويدري إن المشاهير يجيبون يغزون القبيلة؟ يا ميل حظي، وش اللي يصير؟ وش بي يا مزنة؟ أتزين وتجهز لمن يما؟ والشيخ حين يعود يقدر يحكي معي كلمتين ولا يقدر يشوفني؟ معك حق يا مزنة، بس لا تحزني، رجوع المهادي يخلينا نتطمن على الحقيقة ونعرف الأخبار منه. وتظنين إنه صحيح تزوج أمه؟ والله هذا اللي يقوله قلبي، بس عاد إن كنتي معدلة تقدرين تأخذينه منها وتعرفين كيف تحافظين عليه حتى ما يفلت من يدك. والحين يا مزنة بمشي. لوين يمه؟ أريد أروح وأعرف الأخبار وأشوف وش اللي يصير. صحيح اللي يقولونه عنك يا أبو قحطان؟ علامكو ساكتين، ما عندكم كلام تقولونه؟ ما ودك تقول شيء يا مفرج؟ كثير كثير اللي ودي أقوله يا شارة، لكن ما يطاوعني لساني، ولو طاوعني لساني عي قلبي. يعني ال... إيه يا سارة، إيه سارة اليوم غير سارة تمس. بس أنا ما تغيرت مفرج. لا تقولين شيء يا سارة، لا تقولين شيء، ولا تظلميني ولا صرين شديد تنعلي. الكلام اللي كنا نقوله أول صار محرم علينا هالحين لأن الزوجة رجال غيري، وأنا ما أشوف هالأمور سهلة. صدقت يا ابننا مفرج، لا تظن إنه سارة ما تحبك، سارة تحبك وتريدك. عين خير يا ولدي. يا خالة السعد أنتوا كلكم عين خير تفرج يحلها الحلال؟ هنا علم تعرفونها نجهله، وشو هذا الشيء؟ علموني به، وشو هالشيء اللي ما أعرفه؟ قرناس، وش اللي جابك الحين؟ المشاهيق يتجهزون للغزو يا شيخ. المشاهيق؟ قصة مكتوبة من روح وبنية تتفوت فيها، وشموع بتسهر وشموع مطفية بعقل الطريق. قصة مكتوبة من روح وبنية تتفوت فيها، وشموع بتسهر وشموع مطفية بعقل الطريق. ليل نهار نهار وليل وأيام بتمضي وبتروح، حسرة وحزن وهم وويل بتنهش بالقلب المجروح. ليل نهار نهار وليل وأيام بتمضي وبتروح، حسرة وحزن وهم وويل بتنهش بالقلب المجروح. فوق النار بيتقلب يستنى تصفى حياته وما يعود بعمره يتعب. قلب بيحمل حسراته فوق النار بيتقلب يستنى تصفى حياته وما يعود بعمره يتعب. يصبر حتى يشيل الصبر ويكتب عرمال الصحراء قصة بتحكي رحلة عمره وتحلم بالجنة الخضراء. يصبر حتى يشيل الصبر ويكتب عرمال الصحراء قصة بتحكي رحلة عمره وتحلم بالجنة الخضراء.